سمارت راديو. وصلنا معكم مستمعينا لفقرة إذا شو موضوع حلقتنا لليوم، وسؤالنا اليوم اللي غادي نطرحوه عليكم مستمعينا هو واش في الرأي ديالكم من الطبيعي أن يكون بين الإخوات والإخوات يكون الغيرة، هذا الشيء طبيعي ولا كاين حدود الخوت ما عندهمش الغيرة؟ كل واحد يحكي لنا الموضوع أو يقولنا رأيه من وجهة نظر دياله من التجارب اللي عاشها، وشاركونا الأراء ديالكم على الأرقام ديالنا 05-39-33-33-33 أو 05-39-94-44-40. مساء الخير عائشة الشحموتي. مساء النور عائشة أحمد. يعني ما الأحوال ما الأخبار؟ فهاد اللقطة ما شفناش بعض بنا 5 سنين، يلا دابا عاد تشوفنا ما علينا. ما الأحوال ما الأخبار، كيف جاز لك الويكند وداك الشيء؟ الحمد لله. حبيتي الويكند وداك الشيء؟ الحمد لله الحمد لله. كان عندي خوتي ربي يخليهم لك، خوتي اللي مش بغار منهم أبدا طبعا، خصوصا الولاد ياك. لا دي الحبايب قلبي. وهند دي الملكة الشمال، الملكة قلب قلبي قلب قلبي. طبعا بالنسبة لموضوع اليوم اللي هو الغيرة بين الإخوات، أنا غير حبيت أقول الرأي ديالي بشكل عام، يعني أنه الإخوات الغيرة أصلا هو يعني صفة طبيعية مفطور عليها الإنسان، إن هو دايما الإنسان خصو يكون الأحسن، دايما الإنسان خصو يكون الأجمل، يعني نورمال يعني في العادي. نعم، فالغيرة عند الإخوات بالأخص بتتكون إمتى؟ من اللي كيكون كيشوفوا إن البابا ولا الماما بيعملوا بعض التفريقات من غير ما يحسوا، يعني مثلا ماما اليوم قالت لأختي أنت مزيونة وحلوة، طب وأنا ليه؟ لا أولادك الهضرة أن هذه مثلا تينا مزيونة، مثلا أخرى مزيونة وهذه حسن منها، ولكن هذه ما تكبر تقدر تزين عليك، يعني تينا بلا شعور. أيوة. يعني كتوصل هذيك باللي هذيك مزيونة على هذيك، فهمتي؟ يعني هذا الإحساس بيتولد يعني منذ الصغر بلا ما يفطن الإنسان، كيشبر يجبر راسه غيران أو لم ما بيحملش الأخ ديالو ليه؟ هو ما عرفش حتى علاش، يعني هو مدخل ديالو ما عرفش علاش. هنايا دور الأب والأم مهم جدا في هذه النقطة. شي حاجة أخرى من اللي كيكونوا كيدابزوا، مثلا إحنا أخوات بنتدابز، حد لي شغلنا حد لي شوف حاجة، إحنا دابا ندابزين كيدخلوا الأم والأب بنية إنه لا ما بغيناش ندابزوا، بغينا نصالحوا وبغينا العدل يسود، فأكيد بينحاز لشخص. ده كمان بيخلي الغيرة، علاش راحوا عنده ما شافونيش أنا؟ ده برضو من الحاجات اللي بتخلي الغيرة تكون موجودة بين يعني الأخوات. بالنسبة لي لكن تينا أن النورمال الخوت ما خصوش تكون بيناتهم الغيرة، ولكن في حالة ما إذا كان الغيرة بين الأخوات فلو أم والأب هما السبب اللي أنا هذا كنشوف. إذا لو كان في غيرة، أكيد في غيرة بين الأخوات، ولكن إذا كانت هذه الغيرة موجودة فالأب والأم عندهم دور كبير في تطور وبناء هذه الغيرة في قلب الأولاد. ما ولكن غيرة محمودة عادي بين الأخوات أنت تقول لا الغيرة العادية دي يعني هذيك لبست قصة دورة عجبتني عليها طبيعة الحال غدا كصباح لبسها ده ما يبقاش خوات لو ما كانش كده أصلا. أهم حاجة من الحوايج، أهم صفات الإخوات لي الحوايج. أيوة ده الحوايج بيطير فيها رقاب كتخبع فرارا شي بودي لكن شي كتخبع فرارا والله العادي، وكتبقى تسلد باش ما تشوفكش انت لابسه هاد الحوايج، خصوصا اللي كتشري شي حاجه اول مره وباقا ما لبستها وانت اللي غتلبسها اول مره. هذه حشومه بعدا، هذه الى هند عملتها لي كان عمل فضائح في النشره الجويه. غادي نمشيو عند اول مكالمه باش نفتتحوا حلقه اليوم مع السي خالد من الحجب. الو السي خالد. السلام عليكم عائشة وعائشة. وعليكم السلام، لاباس عليك كلشي مزيان؟ لاباس اخواتي الله يبارك فيكم كلشي بخير الحمد لله. داكشي اللي بغينا، كاين عندكم شي شتاء؟ شتاء نو؟ لا غير شوية البرد وغير شوية الريح. طيب الحمد لله، يلا تفضل. وهاد المناسبة راه عندي وليد ما شاء الله بيتربى في عزك، ربي يخلي لك. شنو اسمه؟ محمد. محمد تبارك الله عليه، ان شاء الله ربنا يفرحك بي ويكبر قدامك انت ومامتك في عزكم ان شاء الله. يا ربي امين اختي عائشة، هيك شي كانت يا ربي يا ربي امين. يلا تفضل قول لنا واش كتشوف ان الغيرة الغيرة بين الاخوات شيء عادي؟ ماشي عادي. ماشي عادي. انا الراي ديالي كنقول ماشي عادي، وكنقول شي المرة ديالي قريب كيجي من الوالدين. كتقول ان ما سمعناكش سي خالد، واخا توضح الهضرة ديالك. يعني الغيرة ما خصهاش تكون ما بين الخوت، كاين داك الشيء كيجي من الوالدين، يعني الغيرة ما خصش الام ولا الاب يبقاو يوريو الغيرة للابناء ديالهم، ولا هذه ما خصهاش تكون غيرة كاع بيناتهم. طيب انت كيفاش كتعامل مع الاخوات ديالك السي خالد؟ يعني عادي محترمين عادي.
محترمين. يعني لو شفت مثلا شي اخ ديالك عنده مثلا تبارك الله ربي اعطاه الفلوس اكثر منك او اعطاه شي حاجه احسن منك، كيبقى في نفسك شويه غيره ولا بالعكس كتفرح له وكتمنى له الله يزيده الخير ومزيان؟ لا بالعكس كنفرح له وكنتمنى ربي يزيد له. انا عندي خويا في امي وفي بابا، عندي اختي ما شاء الله فيها امي وفي اختي صراحه ربي يخليهم لك يا رب يا ربي. هو مران من فرح الاخت سميره وخويا حميد، تحياتنا ليهم ايضا، ويا رب دائما تكونوا اخوات مجموعين، اخوات يعني دائما قلبكم على بعض مدى العمر يا رب العالمين، وربنا يبارك لك في البيبي الجديد. غادي نمشيو مكالمة اخرى وسعه 8 من الدار البيضاء. الو يلو. السلام عليكم. وعليكم السلام سعه 8. مساء النور ومساء الياسمين والفل. مساء الانوار عليك يا سعه 8، لاباس عليك؟ كنسلم على طاقم تقني وعلى عيسى. الله يكبر تبارك الله عليك، شكرا. الله يكبر بك. تفضل سعاد. بالنسبه للموضوع ديال الغيره، انا ضد، فهمتي؟ ما خصش الانسان يغير من خوه ولا ماشي تا خوه، فهمتي؟ يقدر يكون من اي انسان صاحبه ولا هذه. طب ولكن الغيرة سي عثمان هو يعني صفة يعني فطرية في عند الإنسان، دائما كيكون بيحب يشوف نفسه أحسن، كيفاش يعني كتعامل أنت مع الخوت ديالك في النقطة دي؟ الإنسان ما خصوش يحس بالغرور، فهمتي؟ الإنسان يكون ديما متاليم وياخذ حاجة إيجابية ماشي سلبية، فهمتي؟ تبارك الله عليك. طب أنت عندك خوتك سي عثمان؟ وين؟ عندك الخوت ديالك؟ عندي خوت حساسيه. طيب كيفاش يعني الاجواء ما بينكم يعني مزيان ولا كيكون بعض الحساسيه غيره او الحساسيه؟ الحمد لله لا شي حاجه، انا نص غير وخوتي كبر مني، فهمتي؟ أه. عادي ما كاين غيره لك كلها ومكانه ديالو. يعني تينا بالعكس اكثر مفشش كثار، كيبغيو اكثر يعني كيتهلاو فيك كثر، حتى تينا اللي صغير ياك. ربي يخليهم لك، ربي يخليهم لك سي عثمان. شكرا لك بزاف على هذه المكالمه الجميله جدا ديالك. الله يجازيك بخير. شكرا. سبحان الله البنات كيكونوا يا اما كيجبروا جوج خواتات او الاخوات بيموتوا على بعض، اختي قلبي وحياتي، او كجبر اثنين مش طايقين بعض. تا هذوك اللي اختي وقلبي وحياتي ودخلين وخرجين مع بعض كيتنوا اثرت بعض، يعني عن تجربه، وخايدك حنا كندبزوا بعض مره ولا كتجبرهم كيدبزوا بعض مره، شي دبيزات تفهيل يعني. هذيك شي حاجات ضروري توقع بالاخوات، لكن انا بقول على الحاجات اللي ربما تولد الحقد ما بين الاخوات. هي هذيك يعني مثلا جوج بنات علين قد بعضياتهم في السن، اولا ولاد اولا البنت ولد ولا اللي كان، الوالدين هما اللي كيكونوا السبب في انه دوك العواول اللي يطلعوا كيبغيو بعضياتهم ديك الدرجه كبيره او كيكرهوا بعضياتهم ديك الدرجه كبيره، او ما مثلا ما عندهمش ما بعضياتهم. والوالدين ربما ما يكونوش ردي البال لهاد الحاجات اللي كيعملوا، كيفضلوا هذا ولا هذا، يعني هذا الشيء خطير جدا خاصهم يردوا البال. إذا مازال مستمعين مكملين معكم في موضوع حلقتنا، وغادي نمشي ونستقبلوا آخر مكالمة في موضوعنا لليوم. حسن من أجوراي. ألو سي حسن. ألو السلام عليكم. مساء الخير وعليكم السلام، لاباس عليك وشي مزيان؟ لاباس الحمد لله. إيش أخباركم سي عائشة وعائشة الشحموتي وعائشة أحمد؟ كل شيء بخير سي حسن، أنتينا مزيان بخير وعلى خير؟ لا بس الحمد لله راكم منورين هذه الاذاعه تبارك الله ما شاء الله. شكرا. عليكم. شكرا ليك، الله يكبر بك سي حسن. تفضل شاركنا في موضوع حلقه اليوم، وهو واش من الطبيعي يكون في غيره ما بين الخوت؟ نعم داك الشيء من الوالدين، يعني اللي كانوا الوالدين يفضلوا واحد من ولادهم يعني ويشيو الواحد ويخليو واحد، ضروري كتكون واحد الغيره. طيب واش سبق لك غيرتي من شيخاك او اختك؟ لا ما عنديش انا شي تجربه، يعني انا وخوتي ما شاء الله ما عنديش شي غيره منهم او ما كيغيروا مني، يعني واخا غيره محموده يعني عادي بين يعني اللي كتكون يعني بين خوت كاملين فوالا جاب النقاط حسن منك. انا خصني نجيب حسن منه بحال هيدا يعني. عادي يعني داك الشيء، يعني الوالدين ديالنا كيحاولوا ما امكن ما يخليوناش نغيروا بعضياتنا هكا، الا شراو ليا كيشريو لخوتي. طب السي حسن عندك وليداتك؟ لا باقي ما مجيوش باقي. الله ايوا ربنا يرزقك ان شاء الله بالوليدات والزوجه الصالحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك سي حسن من اجوراي، تحياتنا الناس ديال اجوراي كامل.